السلام عليكم. يحدث أن تجتمع قيادة شعب ما للتآمر على جزء أصيل من شعبها المجاهد، بينما يخطط شاب فلسطيني لعملية فردية في بلاده المحتلة، فيخرج مستقلا سيارته ليدهس عددا من جنود الاحتلال الصهيوني، فيقتل اثنين منهما أو منهم ويصيب آخرين. ويحدث أيضا أن تنشغل قيادة بتأليف وإخراج مسرحياتها إخراجا يوحي ببؤس المخرج وجهله، كي تسوغ لنفسها فرض مزيد من الحصار والقهر على شعبها المحاصر الصامد في قطاع غزة، بينما يحفر فلسطيني بغزة أنفاق الشرف والكرامة بأظافره التي أعيت الصخر. لقد تركوا غزة تقاتل وحدها من مسافة الصفر، فانتصرت بصمودها ولم تركع إلا لله تعالى. لقد تفرجوا عليها وعلينا ونحن نعاني من جوع وعطش وقلة الحيلة، فشددوا عليها الخناق، لكنها ظلت حكيمة عصية على الانجرار إلى معارك جانبية. كل يوم تصحو غزة على مؤامرة جديدة كبيرة، فلا تفكر بالانتقام ولا يحلو لها أن تمارس أدوارا مشبوهة من السقوط الوطني، فهي أعلى همة وأكبر مكانة من صغائر الأمور. شعبها عظيم وقيادتها واعية، ومستقبلها في يد أبنائها أمام قيادة تذكرنا بما قاله شاعر فلسطين ذات قصيدة ساخرة غاضبة: ما جحدنا أفضالكم غير أن لم نزل في نفوسنا أمنية، في يدينا بقية من بلاد، فاستريحوا كي لا تطير البقية. جايب لك مع رغيفي من جمح البلد الأسمر، عاجنهم بدمع العين عليهم زيت مع زعتر، من تصادروا يا زين على الحاجز من العسكر، لارجع واشعل الطابون واخبز حتى تجيني. بنتك كبرت وانت سجين، جوزناها من مدة، صاحت يا بعرس حزين وانت غايب مش عندي، لكن ما يهمك لسنين تمضي وتزول الشدة، واحكي لاجلك يا فلسطين لو غيب عمري وسنيني. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة من برنامجكم من فلسطين، نأتيكم محملين بعبقي الحضارة والأمجاد وشرف المقاومة والكرامة والصمود على أرض طاهرة مباركة مقدسة. سبحان الذي باركها بارك المسجد الأقصى المبارك وما حوله في سورة الإسراء. في هذه الحلقة نتحدث في مجموعة من المحاور والموضوعات، نبدأها بالحديث عن العمليات الفردية كوجه من وجوه الإخفاق
الإسرائيلي في مواجهة المقاومة الفلسطينية؟ ماذا نعني بالعمليات الفردية؟ لماذا أصبحت العمليات الفردية عنوان من عناوين المقاومة الآن بعدما انحصرت في بعض المناطق المحتلة في الضفة خاصة والقدس العمليات المنظمة المسلحة العسكرية لفصائل المقاومة؟ كل ذلك نناقشه إن شاء الله، بالإضافة إلى فقرتكم زهرة المدائن والتي نتحدث فيها عن أحد نوادي الفروسية، بالإضافة إلى حديثنا اليوم عن مدينة اللد وهي إحدى المدن الفلسطينية العريقة التاريخية في فقرة حكاية مدينة. في البداية نرحب بالأستاذ محمود الشجراوي الباحث في الشأن المقدسي والفلسطيني معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود في هذه الحلقة. كما يسعدنا أن نرحب لاحقا بالأستاذ ساري عرابي الكاتب والمحلل السياسي الذي سينضم إلينا عبر الخط الهاتفي في حينه، لكن دعونا الآن نبدأ بمشاهدة هذا التقرير ثم نعود للنقاش في القمة. صفارات الإنذار لدى سيارات الإسعاف والشرطة الإسرائيلية تمزق الصمت الوهمي الذي تحياه دولة إسرائيل في كل عملية فدائية ينفذها فلسطينيون ضاقت بهم السبل وأيقنوا حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، ليجيء ردهم بالدهس أو بالطعن أو بأي وسيلة بدائية كانت ضد جنود الاحتلال. تكمن قوة العمليات الفردية التي يقوم بها أشخاص معينين في الضفة الغربية أو لا علاقة لهم بتنظيمات معينة أو ليس لهم ماضي أمني، من كونها أنها زمنيا تأتي في لحظة تنفيذ العملية، لذلك لا يوجد أي خلفية لدى الاحتلال عن نية هذا الشخص لتنفيذه للعملية، لذلك تكون ناجحة ومؤثرة لدى الاحتلال، وإلى الآن لا يوجد حل لدى الاحتلال للقضاء على هذه الظاهرة. ويرى أهل الاطلاع أن العمليات الفدائية الفردية تؤدي إلى خلخلة الأمن الداخلي الإسرائيلي لصعوبة توقعها ورصدها ومن ثم مواجهتها، ما يجعل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك العمليات. العملية الفردية بتقطع خيوط العمل الأمني بشكل كبير، وبالتالي أثرها على الجمهور الإسرائيلي وعلى أجهزة الأمن الإسرائيلية أعلى، على اعتبار الأجهزة الأمن الإسرائيلية قدرتها على الوصول للفاعلين هتكون صعبة، الجمهور حالة التخوف من كل فلسطيني ستصبح موجودة وليس فقط من المرتبطين والملتزمين في التنظيمات الفلسطينية. وتؤثر العمليات الفدائية على الوسط الإسرائيلي نفسيا ومعنويا كما تترك بالغ الأثر لديهم بشريا، إذ أن العمليات الفدائية الفردية تبقى نقطة عجز واضحة في ملف الأمن المقدس لدى الاحتلال الإسرائيلي. هكذا تبدو الصورة إذن كما لخص هذا التقرير، ولمزيد من النقاش والتحليل نرحب مرة أخرى بالأستاذ محمود الشجراوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود معنا في هذه الحلقة. العملية الفردية أسلوب من أساليب المقاومة، إبداع من إبداعات الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال المتواصلة، المقاومة لا تتوقف حتى لو تم القضاء على خلاياها ومنع العمل المقاوم بالشكل المنظم، لكن يبقى الشعب لديه إرادة في المقاومة ورفض بقاء الاحتلال على أرضه. في الحقيقة هذا النوع من العمليات الفردية أو المقاومة الفردية يلفت الانتباه ويحتاج إلى أن نعرف الناس عليه. ما المقصود به؟ ماذا نعني بالعمليات الفردية أو المقاومة الفردية؟ وكيف تشكلت؟ لماذا يلجأ إليها الناس خاصة في هذا الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. أنا بداية أشكر قناة الرافدين على إثارة هذا الموضوع، الموضوع جدا حساس وجدا مهم وبالذات في هذه المرحلة من تاريخ نضال وجهاد شعبنا في فلسطين. حقيقة أن العمليات الفردية يعني ليست بدعا من الجهاد ولا بدعا من المقاومة، وإن كان يعني ظهرت في فلسطين بين يعني كل فترة وفترة بتظهر وتتألق وتطفو إلى السطح وتعيد إلى قضية القدس وقضية فلسطين رونقها وجمالها ومحلها الطبيعي في قلوب الأمة، كل الأمة. العمليات الفردية هي عملية يتخذها يعني شاب يتخذ قرارا بأن ينفذ عملية يعني يقدم ما يستطيع وليستجيب لنداء الله عز وجل، وهذه العملية قد تكون دعس، قد تكون طعن، قد تكون إطلاق نار، عملية بما يستطيعه، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قرار فردي في الغالب بتكون قرار فردي، وهو يفهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أنك إن كنت تستطيع أن تقدم شيء في وسعك فقدمه، وهذا الفهم صحيح لهذه الآية،
وليس الفهم كما يفهمه كثير من الناس ويقدمه بعض الناس لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا ما بقدر احرر فلسطين، انا برا الموضوع او انا بريء من التقصير. لكن انا اريد ان اقول ان هذه العمليات الفرديه هي عمليات نوعيه، واذا اردت ان تعرف اثر هذه العمليات انظر الى كيف ينظر اليها المحتل، كيف ينظر الى هذه العمليات. اي عمليه مهما كانت بسيطه، حتى لو كان طفلا فلسطينيا او طفله فلسطينيه تحمل سكينا، سكين المطبخ البسيط الذي قد يقتل وقد لا يقتل، لكن بتوفيق الله احيانا الشاب الفلسطيني في خلال ثواني يقتل ثلاثه او اربعه، والله يوفقه يعني ويبارك في جهده وفي يده. هذه العمليه مهما كانت بسيطه يعني ترهب العدو ارهابا وارعابا عجيب حقيقه، وانا اقول انها تقوم مقام الجيوش التي صدئت اسلحتها من التخزين، والتي يعني اقتناها أصحابها إما لقتل شعوبهم أو لقتل الدول العربية المجاورة الأخرى، وليست موجهة إلى صدر العدو واللي ينبغي أن تكون أصلا موجهة إليه. فبالتالي شعبنا في الداخل وجد نفسه يعني وحيدا في المعركة، ولا يريد لهذه المعركة أن تسقط، ولا يريد لقضية القضايا ومحور الصراع القدس الشريف، هذه القضية المهمة لعلنا نعرج عليها لاحقا في ثنايا هذه الحلقة، لذلك هو يريد أن يعيد لهذه القضية ألقها. جميل. فيستخدم، وهذا هو اللافت في الحقيقة، أنه هذه العمليات كانت من أجل القدس وبدأت في القدس في عام 2015، كانت بداياتها مع مهند الحلبي ومجموعة الشهداء من بعده، حتى ما قبل أيام عملية داس أصبرت عن مقتل جنديين، وكان بعدها عملية طعن وهكذا. يعني هي من القدس بدأت ولأجل القدس انطلقت هذه العمليات. ما الذي يلفت انتباهك كمتابع ومختص بالشأن الصهيوني في هذه النقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني أنا أريد أن ألفت انتباه المشاهد أن قضية فلسطين هي قضية المسجد الأقصى المبارك وهي قضية القدس، ولو كانت قضية فلسطين نزعنا منها القدس، لو كانت القدس ليست في فلسطين لما أخذت قضية فلسطين هذا الاهتمام العالمي لدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقدس مدينة مباركة، بل المسجد الأقصى هو مركز البركة في هذا الكوكب، لأن الله بارك حوله ولم يباركه وحده، فأصبح مبارك ومبارك في نفس الوقت. وأيضا القدس هي بوابة السماء وهي مصر محمد صلى الله عليه وسلم، وهي القبلة الأولى التي صلى محمد صلى الله عليه وسلم وهي قبلته 14 عاما وبضعة أشهر أيضا. وما أرسل الله نبيا إلا وصلى وقبلته الصخرة من المسجد الأقصى المبارك، وما أرسل الله نبيا إلا واجتمع بمحمد صلى الله عليه وسلم في مكان واحد في القدس. القدس لها أهمية في ضمير كل مسلم، ولذلك إعادة هذا الرونق وكون العمليات بدأت من القدس هي أصلا لأجل القدس. وجهاد الأمة، لماذا احنا نقول فلسطين قضية المسلمين؟ ليست كل فلسطين، إنما القدس هي محور الصراع وهي بؤرة القضايا جميعا لدى المسلمين. ولذلك أنا أحب أن أذكر المسلمين في كل مكان أن للقدس دين في رقبتك، لأن لك ميراث في القدس. محمد صلى الله عليه وسلم ميراثه العلم وميراثه المسجد الأقصى المبارك، وكل مسلم يعلم أن له يعني ميراث من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في داخل القدس، ينبغي أن يعمل لأجله ويعمل لتحريره ويعد نفسه ليوم يكون فيه الأمة جاهزة لمشروع التحرير، وليكون هو أحد أفراد هذا الجيش العظيم الذي سيحرر المسجد الأقصى. وهناك أمثلة كثيرة، نماذج واضحة، يعني هو الشباب بفلسطين المحتلة حتى الفتيات بيعطوا نماذج مشرقة في هذا الموضوع، أنه نحن نقوم بهذه المهمة الآن على أرض فلسطين نيابة عن الأمة. صحيح، يعني نماذج موجودة. أنا أحب أن أقول ليس فقط نيابة عن الأمة، هم أخي يؤدون أولا الواجب الذي على شعب فلسطين. شعب نعم. فلسطين هو رأس الحربة. نعم. والمتتبع للتاريخ يعلم أن فلسطين لم تحرر ولا مرة واحدة من داخل فلسطين. وإن كان أهل فلسطين عليهم واجب، بل واجبين، واجب الأرض وواجب الإسلام وواجب الوطن كذلك، فهم رأس الحربة وهم يؤدون ما عليهم، وشعب فلسطين لم يتعب ولن يتعب. وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا في فلسطين ما زلنا ينجبنا الأبطال، وكل أم فلسطينية تنجب 10 أو 5، لأنه إحنا الحمد لله في فلسطين لدينا الإنجاب لأجل المعركة الديمغرافية مع المحتل، يعني تجعل أحد أبنائها أو 2 زكاة لهذه العائلة وتقدمه وهي راضية. ولعل المشاهد رأى في أكثر من فيديو كيف أم الشهيد يعني تودع ابنها صابرة محتسبة
بل وتقدم دروسا للرجال قبل النساء بكيف يكون الفداء وكيف يقدم الشهداء وكيف يعني يكون استقبال البلاء بالابتسامة والزغروت أحيانا، بل والحنة أحيانا تحني ابنها وهي تغني له كأنه عريس يزف إلى زوجته. نعم، هذه الأم الفلسطينية بكل تأكيد. اسمح لي أرحب بالأستاذ ساري عرابي معنا عبر الخط الهاتفي. أستاذ ساري الكاتب والمحلل السياسي، أرحب بك معنا في هذه الحلقة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ساري، دعني أسألك، هل تعد أو يعد هذا الأسلوب من أساليب المقاومة العمليات الفردية مؤشر صحي لوجود مقاومة لدى الشعب الفلسطيني مواجهة للاحتلال، أم أنه مؤشر يأخذ أبعادا أخرى في كونها في كون أن المقاومة الفعلية قد غابت ببعديها المسلح والشعبي، وبالتالي اضطر الأفراد إلى القيام بهذه الأعمال الفدائية ضد الاحتلال الصهيوني؟ وفي الحقيقة أعمال المقاومة الفردية في الضفة الغربية والقدس هو مؤشر في الاتجاهين، في الاتجاه الصحي الإيجابي وأيضا في الاتجاه يعني يؤشر على وجود مشكلة حقيقية موجودة في الضفة الغربية. بما يتعلق بالاتجاه الصحي والإيجابي، يدل أن كل سياسات التدين يعني التي مورست على الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاولة احتواء الفلسطينيين وإعادة هندسة المجتمع الفلسطيني وهندسة الوعي الفلسطيني وكل السياسات الأمنية والسياسية والثقافية والاقتصادية التي مورست على الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاولة تجريف الوعي والنضالي في الضفة الغربية وتفكيك فصائل المقاومة، لم تثمر في الحقيقة في قتل الروح النضالية والروح الكفاحية عند الفلسطينيين في الضفة الغربية. وبالتالي الفلسطينيون يتلمسون طريقهم ويحاولون أن يبحثوا عن وسائل وأدوات لمواجهة الاحتلال ومواجهة التحديات الموجودة الآن في الضفة الغربية والقدس. هذا بالتأكيد مؤشر صحي يعني على عموم الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الفلسطيني عموما، ولكنه أيضا يدل على مشكلة، وهي في الحقيقة مشكلة سياسية يعني، وليست مشكلة متعلقة بالمجتمع الفلسطيني أو بالشعب الفلسطيني أو بالإنسان الفلسطيني من حيث هو فلسطيني. المشكلة السياسية أن أولا طبعا في ظروف معروفة في الضفة الغربية تجعل الضفة الغربية مختلفة عن قطاع غزة، يعني في هناك احتلال نازي فيزيائي مباشر قابع في الضفة الغربية، قدراته الأمنية كبيرة ويعني قادر على تفتيت خلايا وبنى المقاومة في الضفة الغربية، ولكن أيضا في هناك سياسات سلطوية عند السلطة الفلسطينية أدت إلى تفكيك فصائل المقاومة الفلسطينية. وبالتالي إحنا ضمن هذا الواقع في جغرافيا صغيرة وهشة ودون أي دعم أو إسناد خلفي، حينما تتعرض فصائل المقاومة لاستهداف مزدوج من قوتين، قوة الاحتلال وقوة سلطوية محلية أخرى، بالتأكيد سيؤدي ذلك إلى عدم قدرة فصائل المقاومة على القيام بدورها وواجبها. وبالتالي طبعا هذا يؤشر على مشكلة سياسية حقيقية في الضفة الغربية. ولكن أيضا ينبغي أن نشير أن جزءا كبيرا من العمليات الفردية بشكل أو بآخر يعني بعضها ثبت أن فصائل المقاومة تقف خلفها، يعني يمكن أن نتحدث أخيرا مثلا عن عملية الشهيد أحمد بصر سرار أو عملية محمد الفقيد أو عملية أسر المستوطنين الثلاثة في الخليل في شهر 7/2014 أو عن عملية إيتمار. هذه كلها يعني عمليات قامت فيها حركة حماس على وجه التحديد، يعني فصيل المقاومة بشكل أساسي، وهذا ضمن أوضاع الضفة الغربية ليس شيئا قليلا، يعني هذا شيء كثير. يعني تاريخيا لو جئنا نتذكر عمليات المقاومة ما بين الانتفاضة الأولى وما بين الانتفاضة الثانية كانت أقل من ذلك، يعني أقل من هذه الكثافة، وهذا يدل أن فصائل المقاومة تحاول أن تفعل شيئا وأن تستعيد دورها وأن تستعيد حيويتها، ولكن الظروف الأمنية بالغة التعقيد في الضفة الغربية تجعل أعمال المقاومة أشبه ما تكون بالعمل لمرة واحدة بسبب يعني كثافة السيطرة الأمنية وقوة السيطرة الأمنية على الضفة الغربية. أضف إلى ذلك أن أيضا عمليات فردية أخرى لا تقف خلفها فصائل المقاومة بشكل مباشر، ولكن منفذيها ينتمون لفصائل المقاومة، يعني العديد من عمليات الطعن أو الدعس نفذها منتمون لفصائل المقاومة مش بالضرورة بأوامر مباشرة من الفصائل. تمام، يعني بالنسبة للاحتلال الصهيوني كيف ينظر إلى هذا النوع من العمليات، وهل تعد هذه العمليات مؤشر قوي لعودة المقاومة ولأن هذا المارد يعني يتململ في قمقمه كما يقولون، وأن عودة حقيقية للمقاومة هي قريبة لأن سيطرة الاحتلال الأمنية غير مجدية رغم كل الإجراءات، وحتى رغم وجود تنسيق أمني قد نأتي عليه بأسئلة أخرى، إنه الشعب لا يزال حي، وبالتالي هذه رسائل قوية؟ نعم، هو في الحقيقة الاحتلال يخشى هذه العمليات ويتحسب لهذه العمليات ويشعر بخطورة هذه العمليات لأكثر من عامل وأكثر من عنصر. في ثمة عامل
دعنا نقول يعني عامل يعني أمني لوجستي عملياتي بشكل مباشر، وهو أن الاحتلال في الحقيقة بحكم يعني خبرته الطويلة والأمنية الطويلة والعريضة في الضفة الغربية قادر إلى حد ما على رفض المنتمين لفصائل المقاومة وتثبيط العديد من العمليات. وهذا أيضا يعيدني إلى سؤالك الأول أن سجون الاحتلال، طبعا دعنا نقول أن أكثر من 90% 95% من المعتقلين في سجون الاحتلال هم من الضفة الغربية ومن القدس بسبب الوجود الأمني المباشر للاحتلال داخل هذه الأماكن. عدد كبير جدا من هؤلاء في الحقيقة اعتقلوا قبل تنفيذ عمليات بسبب يعني عمليات الرصد التي يقوم بها الاحتلال والمراقبة. في العمليات الفردية يصعب على الاحتلال توقعها في الحقيقة، وهذا يشكل يعني أزمة عملياتية للاحتلال يعني بالدرجة الأولى. الأمر الثاني أن هذه العمليات قد تؤدي في لحظة ما إلى حالة من الانفجار العام وحالة من الانفجار الواسع في الضفة الغربية، والاحتلال يخشى من ذلك. وإذا أخذنا عدد العمليات الفردية التي نفذت منذ العام 2014 حتى هذه اللحظة يعني في أقل من 4 سنوات هي كثيفة في الحقيقة، يعني ليست بسيطة وليست هينة، وبالتالي تصاعد هذه العمليات وكثافة هذه العمليات من شأنها أن يؤدي في لحظة ما الانفجار، والاحتلال يخشى جدا حصول يعني هبة أوسع من الحبات المتتالية منذ العام 2014 حتى هذه اللحظة. وبالتالي هذه العمليات في الحقيقة نعم يعني يتشكل هاجس حقيقي للاحتلال. فضلا عن ذلك الاحتلال لا يريد هذه العمليات، يعني العمل المقاوم في ذاته بصرف النظر عن التعبئة الإعلامية أو الثقافية أو السياسية هو يشكل حالة من الإلهام للفلسطينيين. يعني كما أن حرب العام 2014 في قطاع غزة شكلت رافعة معنوية كبيرة للفلسطينيين في الضفة الغربية وألهمت هؤلاء الشباب في الضفة الغربية، نموذج الشهيد أو نموذج المقاوم في الضفة الغربية يشكل حالة إلهام. ولذلك أنت تلاحظ أن الاحتلال يلاحق حتى المنشورات على الفيسبوك التي تمجد الشهداء أو تتحدث عن هذه العمليات، وبالتالي أيضا يخشى الاحتلال أن يكون عمل المقاوم في ذاته أيضا رافعة تعبوية ومعنوية للفلسطينيين ضمن السياسات السابقة المؤسفة التي تحدثنا عنها في إجابة على سؤالك الأول. أرجو أن تبقى معي أستاذ ساري، سأعود إليك بأسئلة أخرى. أستاذ محمود، يعني في الحقيقة هناك موضوع التنسيق الأمني دعنا نأتي عليه فيما بعد، لكن أنا لفت انتباهي أنه رغم سن مزيد من القوانين والإجراءات العقابية لمن يفكر بالقيام بهذه العمليات، يعني استهداف أهالي، تهجيرهم غصبا، هدم بيوت إلى آخره، رغم كل ذلك تجد أن يخرج شهيد آخر فيهدم بيته ويرحل أهله فيخرج شهيد آخر. هذه مسألة ليست عادية، وقدرة الناس على الصمود وعلى التحدي، الأهل أيضا كحاضنة شعبية، ليست عادية وتستحق التوقف عندها في الحقيقة. كيف تفسر ذلك رغم كل الإجراءات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا أريد أن أضيف إلى مجموعة التساؤلات الرائعة اللي حضرتك طرحتها إلى تساؤل آخر، وهو أن معظم الشباب الذين نفذوا هذه العمليات هم مواليد بعد أوسلو. أيوة نعم، يعني في ظل اتفاقية العار واتفاقية يعني لم يدجنوا هؤلاء، يعني أيوة رغم كل شحنات التنسيق الأمني. يعني حقيقة هي مجموعة تساؤلات ينبغي أن توضع كلها على الطاولة ونتناولها بالبحث، لكن في مجملها تعطينا يعني دلالة واحدة ومؤشر عظيم على أن هذا الشعب ما زال حيا، وأن هذا الشعب بمجمله يرفض الاحتلال ويرفض السلطة التي تنسق معه وتعتبر نفسها جزءا منه، بل إن شعبنا يعتبر هذه السلطة جزء من الاحتلال، يتعامل معها على هذا الأساس. ولذلك هذه العمليات الفردية لا يصرح بها أصحابها، ليس لأنهم يعني قمة في الإخلاص، أسأل الله أن يكونوا كذلك وأن يجعلهم إن شاء الله من المتقبلين، ولكن لأنه يخشى من سلطة التنسيق الأمني كما يخشى من الاحتلال. هم كلاهما عند الشاب المجاهد الذي ينوي أن يقدم هذه العملية لا يستطيع أن يصرح بأنه ينوي أن يعمل عملية، لأنه يخشى من السلطة قبل أن يخشى من الاحتلال. وقد جاهر كثير من ضباط هذه السلطة بأنهم أفشلوا كذا عملية كان الشباب يخططون لها، وصادروا بعض الأسلحة التي كانت قد أعدت ليتم بها قتل بعض الصهاينة المعتدين الغاصبين. حقيقة هذه العمليات لا يمكن إيقافها بحال، لأنه الشاب الذي يضمر مثل هذه العملية لا تستطيع كل استخبارات الدنيا أن تدخل إلى دماغه وإلى قلبه لتعلم ماذا يخطط. كذلك أهلنا في فلسطين استطاعوا أن يحولوا أدوات آليات بسيطة، الجرافة، السيارة، يعني سيارة قتلت 5 من قبل،
فالسيارة أصبحت سلاحا. هل سيوقف الصهاينة استخدام السيارات على الفلسطيني؟ هل سيوقف الاحتلال شراء الجرارات والجرافات؟ هل سيمنع استخدام سكاكين المطبخ التي هي كانت صاحبة يعني العدد الأكبر في الاستخدامات حتى سواء للشباب أو للفتيات؟ كذلك هناك أمر عجيب أن أهلنا في فلسطين يتقبلون هذه العمليات بالترحاب والزغاريت، وجميعهم يعني يقبلون على تهنئة أهل الشهيد بشهادته، وكثير من أصحاب الأموال، وأنا هنا يعني أرفع من قدرهم كثيرا، يقدمون بيتا أو يعيدون بناء بيت منفذ مثل هذه العمليات، أو يقدمون له بيتا مستأجرا، نوع من تعزيز الصمود. طبعا حقيقة هذا أقل الواجب له حق في رقابنا. نعم، وأنا أحب أن أعود إلى النقطة التي بدأت بها، أن كون معظم الشباب الذين نفذوا هذه العمليات ولدوا بعد أوسلو، هذا يعني شيئا واحدا. هذا رسالة إلى قيادة أوسلو، رسالة لقيادة أوسلو وقيادة التنسيق الأمني، أن شعبنا رفضكم ولفظكم ورفض هذه المعاهدة، وشعبنا ما زال يعتبر أن فلسطين هي كل فلسطين، لا يعترف بالمحتل ولا يقبله على أرضه، وسيعمل ما بقي هنالك شاب فلسطيني واحد هو مشروع لعملية فردية. ولذلك حقيقة أنا أستشعر الرعب الذي يعيشه الصهاينة، وأفرح به أن كل فلسطيني في الشاب، كل فلسطيني في الشارع قد يكون يخبئ سكين مطبخ، أو يخبئ شيئا يقوم به بعملية فردية، يقتل به صهيونيا أو اثنين. نعم. وهكذا، والله تعالى أعلم. نعم. أستاذ ساري، إلى أي مدى أثر التنسيق الأمني على المقاومة الفلسطينية بشكل عام وعلى هذا النمط من المقاومة، علما بأن الاحتلال قام خلال الآونة السابقة بمراقبة حسابات الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقع أو تنبأ أن يقوم بعضهم بعمليات من هذا النوع، فأوعز إلى الأجهزة الأمنية باعتقال عدد كبير، وهو أيضا اعتقل عددا آخر بالمئات، وهكذا قالوا أنهم أحبطوا محاولات كانت في النوايا كما تفضل الأستاذ محمود. يعني هو في الحقيقة موضوع التنسيق الأمني أكبر من التنسيق المباشر يعني ما بين السلطة الفلسطينية والاحتلال. هي السياسات التي انتهجتها السلطة الفلسطينية في الحقيقة، وتحديدا من بعد انتهاء انتفاضة الأقصى، وتعززت للأسف الشديد يعني من بعد الانقسام الفلسطيني، السياسات السياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية، أنا في اعتقادي الشخصي أنها أخطر على الجمهور الفلسطيني، وأخطر على الحالة المعنوية والإحساس الوطني والإحساس بالواجب عند الجماهير الفلسطينية، حتى أخطر من التنسيق الأمني المباشر. إغراق الفلسطينيين في الضفة الغربية بنمط استهلاكي أبدا لا يناسب شعب يفترض أن واجب التاريخي هو مقاومة هذا الاحتلال، هذا أمر خطير جدا في الحقيقة. خلق يعني نموذج نيوليبرالي اقتصادي فرداني، إشغال كل فرد فلسطيني بهمه الذاتي وبرفاهيته وبعمله ولقمة عيشه على حساب الواجب النضالي، هذه مشكلة. محاولة تقديم رموز جديدة للفلسطينيين على حساب الرموز التقليدية، يعني نحن رموزنا تاريخيا كوننا شعب يخضع للاحتلال بطبيعة الحال، رموزنا هو القاتل المقاتل الثائر الأسير الملثم الفدائي، هذا هو رمز الشهيد، هذا هو رمز الفلسطيني، لكن أصبح فيه محاولة لتقديم نماذج جديدة للفلسطينيين من رموز وأبطال مثل للمتسابقين في المسابقات الغنائية، وإشغال كل الفلسطينيين بذلك، وتسخير حتى مقدرات السلطة الفلسطينية والمؤسسات حتى المؤسسات الاقتصادية الخاصة في سبيل ذلك. كان في نوع من التحالف ما بين السلطة السياسية وما بين أيضا النموذج الاقتصادي الذي يهتم بمصالحه ويرتبط حتى بعلاقات اقتصادية ومباشرة مع الاحتلال، من أجل خلق حالة معينة تشغل الفلسطينيين عن واجبهم الكفاحي. كذلك حتى الدور السياسي، تحويل القضية الفلسطينية من قضية جماهيرية من قضية وطنية، تمس كل مواطن فلسطيني إلى قضية سياسية نخبوية تخص 4-5 مفاوضين فقط من بين كل الفلسطينيين، ومحاسبة أي فلسطيني يحاول أن يقوم بواجبه من خلال السياسات الأمنية المباشرة فضلا عن التنسيق، يعني باعتقال المقاومين، اعتقال الناظرين، اعتقال أبناء القبائل الآخرين، وملاحقتهم حتى على مستوى الرزق، على مستوى الوظيفة، على مستوى ما يسمى بالسلام الأمني. كل هذه أجواء في الحقيقة خطيرة وكبيرة، بإمكانها إلى حد ما أن تخلق تلك الحالة التي كانت موجودة في الضفة الغربية قبل بداية هذه الحبات المتواصلة والتي ما تزال مستمرة حتى الآن، فما بالك لما كل ذلك يتعزز بتنسيق أمني مباشر مع الاحتلال. طبعا هذا سيكون له دور كبير وخطير في تثبيط عمليات المقاومة في الضفة الغربية. أشكرك الأستاذ ساري عرابي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الضفة الغربية عبر الخط الهاتفي. وأعود إليك أستاذ محمود، أنت التنسيق الأمني هو أحد أقذر المهمات التي يقوم بها الفلسطيني ضد أخيه الفلسطيني في خدمة
المحتل، المحتل المشترك للمنسق وللضحية للأسف الشديد. وهذا التنسيق الأمني هو نحن يعني نهذبه فنقول تنسيقا أمنيا، أما هو تعاون أمني لأنه من طرف واحد. نحن لا نأخذ من الصهاينة معلومات الفلسطينيين عن المنسقين يعني، إنما هم يأخذون من طرف واحد، وفي المقابل لا تحصل على شيء سوى مزيد من الإهانة للمسؤول الفلسطيني عندما يذهب للدخول أو العبور من خلال بعض الحواجز العسكرية الإسرائيلية. مسألة في الحقيقة يعني تثير الغثيان، ومع ذلك يؤدون هذا الواجب وكأنه واجب مقدس كما تعرف، كما قال الرئيس محمود عباس. إلى أي مدى يشكل التنسيق الأمني مشكلة بالنسبة للفلسطينيين وخاصة للمقاومين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني لم يعرف التاريخ الفلسطيني مهانة ولا مذلة أكثر من جمهور العملاء اللي كان يخدم الاحتلال البريطاني من قبل، وقامت بريطانيا قبل أن تغادر فلسطين بتسليم كامل أسمائهم، كشوف كاملة سلمتها للكيان الصهيوني ليقوموا بالتعاون معهم والاستفادة من جهودهم في إبطال العمليات الوطنية التي يقوم بها أبطال فلسطين. هذا الكلام من الأربعينات، وللأسف هذا الطابور الخامس الفلسطيني موجود منذ القدم، ولكن لم يكن في صدارة المشهد الوطني. الآن للأسف بعد أوسلو أصبح هذا الطابور الخامس جمهور العملاء والخونة أصبحوا هم الذين يتصدرون المشهد الفلسطيني، وأصبح الخائن العميل الذي كان يعني يحرص أن يخفي اسمه، والصهاينة يعني الآن أنشأوا لهم قرى نبذوهم فيها يعيشون فيها حتى يموتون. أصبح هذا الخائن الآن يعني يجاهر بأنه ينسق مع الأمن، وكأنه بيقوم بوظيفة وطنية كأنه يعني يخدم وطنه، بل ويجاهر أن هذا التنسيق شيئا وطنيا وهو شيئا مقدسا. والحقيقة هنا في شيء خطير مر على شعبنا، وأنا أدعوهم جميعا إلى أن يعودوا إلى نقاء السريرة، واعتبار كل منسق أمني هو عبارة عن مشروع عميل وخائن للوطن وللدين. أصبح كأننا يعني مر علينا موضوع التطبيع الداخلي، تطبيع داخل فلسطين. الصهاينة عملوا في التطبيع على الدول العربية الخارجية والدول الإسلامية، وتركوا مهمة التطبيع على الشعب الفلسطيني يقوم بها هؤلاء الخونة والعملاء من يعني المسؤولين عن سلطة أوسلو. يرأسهم الرئيس المنتهي صلاحيته والمنتهي فعاليته منذ أكثر من سنوات، ويصرح بهذا، يصرح أحيانا أنه يعيش تحت بساطير الاحتلال، ثم يصرح أحيانا أنه لا يستطيع أن يسافر من منطقة إلى منطقة إلا بإذن الصهاينة، ثم إذا كان يخاطب المقاومة أو يخاطب أبطال فلسطين نراه يستأسد عليهم ويخاطبهم بقلة الأدب وقلة الحياء. حقيقة التعابير التي خرجت من يدعونه بالرئيس الفلسطيني قبل أيام عن نخبة فلسطين وقادة المقاومة في فلسطين يعني لا يدل إلا على أنه يعني كأنه مكب نفايات وانفتح. أنا أعتذر عن هذا اللفظ، أنا حقيقة تأذيت كثيرا وأنا أحاول أن أجد لهذا الرجل يعني عذرا فيما قال ولم أجد حقيقة. إلا أنه خائن عميل يريد أن يرضي أسياده، يريد أن يكون له دور في المستقبل. هذا الوجه الذي تفضلت به هو الوجه المسيء للشعب الفلسطيني وجهاده، وجه أنه الشعب الفلسطيني يقدم على أساس أنه هو جزء منه طبعا من قيادته بتنسق مع الاحتلال وكان بيعمل أدوار وطنية وكذا. بس الوجه المشرق اللي حكينا فيه الذي إن لم يكن هناك خلايا مقاومة فعلية يكون هناك كل مواطن أو كل فلسطيني هو عبارة عن خلية مقاومة، عبارة عن قنبلة موقوتة، وبيعملوا عمليات الناس وبيستشهدوا، منهم من يعتقل فيبتسم طيلة جلسات المحاكمة. السؤال هنا ما مستقبل هذه العمليات الفردية؟ ما مستقبل المقاومة الفلسطينية في ظل كل هذه المؤامرات ولكنها ما تزال مستمرة؟ حقيقة أنت سألتني عن التنسيق الأمني وأنا تكلمت عنه. وواقع التنسيق الأمني مؤلم ومخزي ومدل حقيقة. لكن للحقيقة دائما وجه آخر. نحن في فلسطين أكرمنا الله أن رأينا الحمد لله، إذا قسمنا الوضع في غزة، الوضع في غزة ما شاء الله جيش من المقاومين وينتظرون اليوم الذي ينقضون فيه باتجاه القدس بإذن الله إن شاء الله.
وفي داخل الضفة بل وفي داخل القدس في كل يوم نشهد شابا يعني يعلي من قدر الجهاد ويقدم روحه فداء وهو يعلم أنه سيقتل وهو يعلم أن بيته سيهدم وهو يعلم أن زوجته سترمل وأطفاله يتمون إذا كان متزوجا وإذا كان شابا يعلم أن أمه ستتألم وتبكي عليه لكنه يعلم أنه مقبل إلى الله عز وجل قدم واجبه عن وطنه أولا وعن أمته ثانيا هو رأس الحربة التي يعني قذفها شعبنا الفلسطيني في قلب الاحتلال وما زالت أمهاتنا وزوجاتنا ينجبن هؤلاء الأبطال الذين يؤلمون الاحتلال نحن نتألم حين نفقد شابا لكن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون هؤلاء الصهاينة كل صهيوني في فلسطين حين تنجز عملية أنا أجزم أنه يشكر ربه أنه ليس الضحية نعم وهو ينتظر اليوم الذي يقول أنا أخشى ولعل صورة ذلك الحاخام الذي كان يمشي في شوارع القدس ويقول أنا أحب الفلسطينيين أنا أحب الفلسطينيين حتى يضمن أن الذين يمرون بجانبه لن يعني يطعنوه أو لن يقوموا معه بمثل هذه العمليات هذه الحياة التي يعيشها المحتلين نقول لهم عودوا من حيث أتيتم هذه البلاد لن تكون يوما لكم ولن تصفو لكم يوما لأنها لهذه الأرض شعب ولهذه الديار أصحاب يريدونها وسيعملون ويبذلون أرواحهم فداء لها ولهذه الأرض أمة من خلف أصحابها أيضا تدعمهم وتسندهم وتسندهم والذي يشك أن الأمة ماتت أو تخلت عن دورها أنا أحب أن أذكره بالمظاهرات المليونية التي رأيناها قبل أكثر من 100 يوم حين أقدم ترامب على توقيع ذلك القرار الساذج التافه الذي لا يعني ليس له قيمة أكثر من الورق الذي كتب عليه شعبنا يرفض الاحتلال ويرفض معونة الاحتلال وشعبنا ينتظر اليوم الذي يكنس فيه هذا الاحتلال لتعود فلسطين لأمتها ولتعود القدس والأقصى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قل عسى أن يكون قريبا شكرا لك أستاذ محمود الشجراوي الباحث في الشأن المقدسي والفلسطيني كنت معنا في هذه الحلقة وأشكر أيضا ضيفي الأستاذ ساري عرابي وإلى موضوع آخر بعد فاصل قصير في القمان مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت مرحبا بكم ولأنه لابد من فروسية ومن فرسان لصناعة النصر والاستكمال حكاية الحرية والتحرير ومقاومة الاستبداد والاحتلال كان لابد على شباب فلسطين خاصة المقدسيون أن يقوموا بإنشاء مربط البادية للفروسية من خلاله يقومون بتدريب الأشبال والشباب على ركوب الخيل وهي وصية من وصايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فلنتابع هذا التقرير بلشت فكرة النادي من مجموعة شباب وصبايا مقدسيين طبعا بيركبوا خيل
بتدربوا قفز حواجز في أماكن تانية. إحنا بالقدس نفتقد لنادي طبعاً. بلشت الفكرة، بلشنا نشتغل عليها، نطور من الساحات، نطور من الخيل، نطور من الغرف، كل إشي بيلزم لنكون إحنا نادي مرخص ومؤهل إنه هو يخرج فرسان. الناس بلشت جديد تستوعب إنه في نادي مقدسي موجود بمدينة القدس بالطور، قريب عليهم، في مدربين المختصين، في الأرضية الخصبة، لأنه إحنا نخرج فرسان نشارك فيهم مستوى محلي دولي، إن شاء الله بنوصل للاحتراف. الناس كثير مبسوطة. المنفس الوحيد كان لأهل القدس هو نادي رياضي، لأنه إحنا ما كانش موجودة أصلاً إلا بجمال أو سرعة. هاي رياضة مش سهلة، هاي رياضة ملوك، رياضة بتسقل شخصية الفارس من ناحية مسؤولية، اهتمام، قدرة، تحمل، صبر. فإحنا بنشتغل جانب تدريبي، جانب نظري مع فرساننا. بناخد الفرسان ما بين 5 سنين فما فوق، بنشتغل معهم بالبداية اللي هو بياخدوا ما بين 15 ل20 درس، اللي هي تعليم ركوب الخيل فقط، كيف يتعامل مع الحصان، كيف ينظف الأوضة، كيف ينظف الحصان، كيف يركب، كيف يروح يمين شمال، هاي التفاصيل لحد ما يوصل مرحلة قفز الحواجز. علمنا أساليب كتير بالثقة بالنفس والثقة بالخيل، وأنا يعني دحكية نفسي أشتغل هون برضو في تدريب الناس وأعلمهم يسوقوا الخيل وخليهم يثقوا بنفسهم. أول ما كنت كتير بحس حلو، بس لما جربت حسيت إنه من أكتر أنواع الرياضات اللي بحبها. وهكذا ما تزال مدن فلسطين تحكي حضارتها وقصتها مع التاريخ، ومدينة اللد في هذا اليوم، وهي مدينة كنعانية من مدن فلسطين القديمة، عادت لتحكي وجودها على هذه الأرض وأن بشرا سكنوها قبل أن يفكر الصهاينة أن هناك فلسطين على سطح البسيطة. فلنتابع. مدينة اللد. في الطريق من القدس إلى يافا تقع اللد على بعد حوالي 40 كيلومتراً شمال غرب القدس. ذكرها ياقوت الحموي في معجمه أن اللد بالضم والتشديد هي قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. فتح مدينة اللد القائد المسلم عمرو بن العاص، واتخذت عاصمة لجند فلسطين إلى أن بنيت المدينة التوأم لها الرملة. احتل الصليبيون اللد واستعادها صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين. تضم المدينة إلى اليوم منذ عهد الصليبيين بئر الزنبق، ومن عهد الفتوحات الإسلامية بئر الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، والجامع العمري الذي بني في عهد الظاهر بيبرس. كما تشتهر المدينة بكنيسة القديس جورجيوس أو مارا جيريوس، وتسمى أيضاً كنيسة الخضر، ومنها ما عرف سنوياً باسم موسم الخضر. بعد الحكم العثماني خضعت المدينة للانتداب البريطاني، حيث توسعت أثناءه اللد مع مرور خط سكة حديد القنطرة حيفا فيها، ثم افتتح فيها أواسط الثلاثينيات مطار أصبح المطار الدولي الرئيس في فلسطين. بلغ عدد سكانها أواخر الأربعينات حوالي 20,000 فلسطيني، هجر غالبيتهم العظمى عام 48 بعد مجزرة مروعة ارتكبها الصهاينة داخل مسجد دهمش في المدينة. أصبحت اللد مدينة مهجورة بعد النكبة،
إذ لم يبق فيها إلا حوالي 1000 فلسطيني خضعوا لحكم عسكري صهيوني حوالي 20 عاماً، وتعرضت الأحياء العربية للإهمال المتعمد واستشرس التهويد، فأطلقت أسماء عسكريين صهاينة شاركوا في تهجير أهل اللد على بعض شوارع المدينة وميادينها. وممن هجروا عام 48 من اللد عائلة جورج حبش الذي لم يبلغ 20 عاماً آنذاك، وكان يدرس الطب في بيروت، كما سيؤسس الحكيم عام 67 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبقي إلى وفاته من أشد المناهضين لاتفاقيات أوسلو. وثق ابن اللد إسماعيل شموط ملحمة اللجوء الفلسطينية التي عاشها بريشة الفنان التشكيلي، وبقيت لوحاته علامات نابضة في تاريخ فلسطين. يعني هذه هي اللد، مدينة من مدن فلسطين، كل شيء يتكلم بالفلسطيني، وهذه الأرض تتكلم بالعربي كما هو معروف. لفت انتباهي فقط أن الصهاينة من القادة العسكريين الذين قاموا بمجازر مروعة يندى لها جبين التاريخ هم أنفسهم الذين أطلقوا أسماءهم على شوارع هذه المدينة. ما أبشع هذا الاحتلال الذي يقتل الناس ويقوم بالمجازر ثم يطلق أسماء القادة مجرمي الحرب على، يعني وقد كانوا يقودون جماعات مسلحة وليس جيشا نظاميا يعني محترما، يطلقون أسماءهم على شوارع فلسطين، على شوارع هذه البلاد الطاهرة الصامدة. على أي حال سيزول الاحتلال وتزول هذه الأسماء إلى مزابل التاريخ وتبقى فلسطين قلب العروبة النابض. شكرا لكم لحسن المتابعة في هذه الحلقة، هذه تحيات الفريق العامل معنا في حلقة هذا الأسبوع. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.